للوقوف على قرار أمريكا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، ينضم إلينا الدكتور جعفر الهاشمي المتخصص في الشأن الإيراني عبر الهاتف من لندن. أهلا بك دكتور جعفر. بداية، عقوبات جديدة على مسؤول إيراني جديد بعد أيام من عقوبات طالت سفير إيران في العراق، كيف تقرأ استهداف واحد من أثقل المسؤولين الإيرانيين على مدى 30 عاما تقريبا وهو وزير النفط؟ تفضل. بداية تحية طيبة لك والمشاهدين الأعزاء. الحقيقة بيجن زنجان في إيران لا يعرف بأنه وزير النفط بقدر ما تعرف وزارة النفط به، لأنه هو من الشخصيات المختصة وذات التجربة الكبيرة التي لديها أكثر من 4 عقود في هذه الوزارة، وقد استطاع أن ينتج علاقات إدارية وتجارية خارج حدود إيران مع مؤسسات وشركات نفطية وطنية وحتى عابرة للقارات. وبناء على ذلك الآن هو الذي حقيقة يستطيع أن يدير كل ما يتعلق في تسويق الطاقة وتجارة الطاقة وحتى إنتاجها من خلال هذه العلاقات. ففرض عقوبات تستهدف بيجن زنجان بذاته وبشخصه، بمعنى أنه فرض عقوبات على كل ديناميكية الطاقة وحركة الطاقة ولا سيما النفط والغاز في إيران، الذي أرى بأن إيران حتى الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه اللحظة لن تستطع أو لن تنجح في تصفير صادرات النفط في إيران، ولا زال في الواقع الموارد التي تدور كثيرا على إيران ويستغلها ويستفاد منها إيران هي تأتي من بيع النفط بشكل تهريب وبأساليب غير قانونية وغير واضحة، سيد وكل جعفر. ذلك يدار من خلال بيجن زنجان. نعم، هل تعتقد على سيرة زنجان، هل تعتقد أن هذه العقوبات التي تستهدف واحدا من أهم القطاعات التي تعتمد عليها إيران وهي نفط من خلال صفقات يقوم بها بيجن زنجان كما ذكرت، هل تعتقد أنها من الممكن أن تقطع أحد الشرايين غير الرسمية للاقتصاد الإيراني؟ هل هذا وارد؟ يعني هو كذلك. الحقيقة إيران بحكم تجربتها طيلة ال4 عقود استطاعت أن تنسج دولة اقتصادية في الظل بشكل غير رسمي، ونحن لاحظنا أن مدى تأثير العقوبات على البنوك التجارية التي فرضت ودخلت حيز التنفيذ قبل ما يقارب 2 أو 3 أسبوع على إيران، الحقيقة ضربت الاقتصاد الإيراني وآخر ما تبقى من امتداداته وشرايينه والنافذات التي يتعامل منها تجاريا. أتصور أنه الآن أيضا هذه العقوبات سوف لا تكون أقل تأثيرا من تلك العقوبات التي فرضت على أكثر من 16 بنك تجاري في إيران، ولذلك يمكن القول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تتجاوز الشكل الرسمي للمداولات المالية والتجارية والاقتصادية في إيران وأن تقف على هذه الشبكة العنقودية غير الرسمية غير الواضحة من خلال أجهزتها وأذرعتها أذرعها الاستخبارية وتسلط الأضواء، وهذا أتطور أنه سوف يكون أكثر تأثيرا من العقوبات التي كانت تستهدف المؤسسات والشركات الرسمية والإدارية الظاهرة والواضحة والمعروفة في إيران. الآن بعد أن فشلت أمريكا في تمديد منع بيع وشراء السلاح من إيران الأخيرة، أي إيران تعقد صفقة من أجل بيع صواريخ بعيدة المدى يحتمل تسليمها إلى فنزويلا، في المقابل أمريكا هددت بضرب شحنة الصواريخ في حال وصلت فنزويلا وتدميرها، باعتقادك هل سيوقف هذا التهديد إتمام الصفقة؟ هل هذا ممكن؟ الحقيقة إيران تحاول أن تستفز الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال. هم الإيرانيون يقرون ويدعنون بأنه سوف لن يكون لهم دور كبير في مجال التسويق أو بيع الأسلحة، لأنها لا تعتبر دولة في غاية الأهمية تستطيع أن تنافس بقية الدول في سوق السلاح، ولكنما هم يرون أن المكسب الكبير من ذلك هو مكسب دبلوماسي ومكسب سياسي، وهو انتصار لإيران على الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هم يركزون على أبعاده
اقتصادية وعفوا أبعاده السياسية والدبلوماسية أكثر ما يركزون على الأبعاد الاقتصادية التي يمكن أن تدر عليهم موارد من خلال بيعهم للأسلحة. ولكننا أرى أيضا في هذه الصفقة هو نوع من التهديد والابتزاز للولايات المتحدة الأمريكية. ورأينا قبل ذلك إيران كيف استطاعت أن تمرر الوقود الذي أرسلته إلى فنزويلا دون أن نرى هناك ردا واضحا وقويا من الولايات المتحدة الأمريكية. أتصور إذا ما أبرمت هذه الصفقة سوف تنفذ، ولكنما كيف سيكون رد الولايات المتحدة الأمريكية عليها هذا ينبغي أن نوكله إلى بعد الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. المتخصص بالشأن الإيراني كنت معنا عبر الهاتف من لندن جعفر الهاشمي، شكرا جزيلا لك.